شو ما تحجون. يما طيبة أكلي. مالي نفس يما. نشوف ايش صار بحالك، ضعفانة خلصانة. مو صدق محمود؟ محمود؟ شو صافه؟ اليوم سعد جاني للحقل. يا ستار، ايش راد؟ قال لي بعد لا تتدخل بالاشياء اللي تخصنا. ها؟ ايش قلت لك؟ وقال من الشهر الجديد تدفعون ايجار مال هذا البيت اللي انتو ساكنين بيه. ميتين الف بالشهر. شبيك؟ شكو؟ شكو؟ خابر على هذا صاحب المكتب وجهازه مغلق. وين المشكلة؟ روح للمكتب. إذا رحت لو لقيته محل شاية. أنت ما تعرفه؟ لا أعرفه، هو من واحد لواحد ودوني عليه وجابوا لي رقمه. خابرته وقعدنا بالقهوة وسولفنا. طيته فلوس؟ تقول لي طيته فلوس؟ غير طيته 50 ورقة من جيبي حتى ساعدك بالموضوع. ما أدريني. أنت صدق تحكي؟ لا سدعوا فينا من هذا الموضوع، أكيد باكر إن شاء الله يفتح خطه وخابره وأرتب الموضوع وياها. صدق سلوى، أنا رحت المحمود وحكيت وياه. فرضت عليه إيجار. وقلت له دير بالك تتدخل بالصغيرة والكبيرة وتخابر حامل. ترى ما تلوم إلا نفسك. إيجار شنو؟ إيجار شنو؟ لا 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 سعد لا. هسه أنت غير تخليني أنا أصرف وحدي، عوفين أنا أشتغل. وأنت ليش عصبي؟ اتهمنا. سويت على الانتخابات. أنا أقول لو تشوفي لك واحد ثاني، يعني بين ما أوقف هذا الحرامي. والله يا سعد دكتك ما حد داكه. يا خيتي يا عيني، انا غير حبيت اساعدك جابوا لي واحد رخيص وعلى اساس محترف عبالي فيدك. خوش فدتني. صدق شو مسوين غدا؟ شو مدريني؟